لما تكون عايش قصتها. حب كبير، حب من نوع تاني. قصة عمرها سنين، عمرها ذكريات، عمرها حنين، عمرها حكايات. وفجأة تطلع منها القصة مجروح، مقهور، موجوع. بتلاقي حدا تاني بتحبه وبيحبك، وتبلش معه قصة جديدة. وقتها حبيبي هذا ما بيكون حب، هذا الحدا رح بيكون حبتين بنادول، رح بيكون مسكن، رح بيكون غفوة. يمكن مدتها شهر، ويمكن مدتها سنة، بس بعدين رح يروح مفعول الحبة، ورح يخلص وقت الغفوة. رح تحس انك تركت هداك امبارح، رح ترجع لنفس الوجع، لنفس الغصة. بس بعدين رح يروح مفعول الحبة، ورح يخلص وقت الغفوة. رح تحس انك تركت هداك امبارح، رح ترجع لنفس الوجع، لنفس الغصة. رح تلاقي حالك ما عم تفكر بالبنادول، بقصد بالحبيب المؤقت. بتلاقي حالك عم تشتاق للحب الكبير، هداك الحب خلاك كبير. بتلاقي حالك عم تشتاق للحب الكبير، هداك الحب خلاك كبير. وصعب تلاقي حب عمقاسك، صعب.